سددت مصر 40 مليون دولار من مستحقات شركة داناغاز، وأعلنت الشركة أن مجموع المستحقات التي تلقتها من مصر خلال العام الجاري بلغت 325 مليون و900 ألف درهم، أي بما يعادل 88 مليون و800 ألف دولار. وقال الرئيس التنفيذي للشركة باتريك ألمان وارد أن هذه الدفعات ستمكن الشركة من تنفيذ مبادرات النمو المهمة، ومن ضمنها حفر بئر بلسم 8 ضمن منطقة الامتياز البرية بدلتا النيل. وتوقع بدء حفر أول بئر بحرية في القطاع السادس من منطقة امتياز حقل شمال العريش البحري مطلع العام المقبل.